متعلق بحاجات كتير قوي. المخ بيتغذى على حاجتين اتنين، الاكسجين والمادة السكرية. اللي هي المادة السكرية ايه بقى؟ دايما السكريات الاحادية، الاحادية اللي فيها ذرة واحدة كربون، بيسموها سيمبل شوجر، اللي هي زي اللي في سكر. اول حاجة في السكر اللي هو البسيط ده اسمه سكر الفاكهة. يعني اي فاكهة هتلاقي فيها السكريات بتاعتها قابلة للذوبان بسرعة وتوصل للمخ بسرعة. اللي هي كم؟ لا، 6 ذرات دي في السكروز. السيمبل شوجر هيبقى فيه نسبة اقل من ذرات الكربون مفروض يعني. او خلينا نقول بلاش بذرات الكربون وحاجه عشان ما تلخبطش الدنيا، هنقول السكر اللي هو سكر الفاكهه هو اول سكر ممكن المخ يستفيد منه بسرعه. وبعدين يجي بعديها مثلا عسل النحل، التمر، الحاجات دي كلها تفيد المخ كويس قوي. المشكله مش في دي، المشكله في امتى تاخد الماده السكريه دي. انا هتخيل معاك كده ان انت اتعشيت بالليل الساعة 8 أو 9 أو 10 سي، وصباح الصبح من غير فطار رحت الشغل، أو عندك طفل وديته المدرسة من غير فطار، أول وجبة هياخدها بعد كده تبقى الساعة كام تقريبا؟ 12، واحدة، 2 لو هو روح بعد ما روح البيت، أو لو خد سندوتش أو حاجة، وأغلبنا ما بيعملهاش في حدود الساعة 11 11 ونص. عد بقى من 9 أو 10 بالليل لحد الساعة 10 الصبح كام ساعة؟ 12 ساعة. المخ ما بيتغذاش، والمخ بيحرق السكريات بسرعة، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغذي المخ. لازم يكون سكر من نوع بسيط عشان يستوعب في المخ بسرعة ويقدر المخ يهضمه ويلففه في الدورة الدموية. مشكلة كبيرة جدا انك تخرج الصبح من غير فطار. ممكن تخرج من غير فطار بس ما تخرجش من غير حاجة سكرية. طبعا السكريات هتتفاوت، تبدا بسكر الفاكهه وبعدين الحاجات التانيه وبعدين تنتهي بالسكر اللي هو السكروز والحاجات المربى والحاجات دي كلها. عشان كده الكونتيننتال بريكفاست، اسمعوا عنه. يعني ايه كونتيننتال بريكفاست؟ اللي هو الافطار العالمي. جميع الاوتيلات في جميع انحاء العالم لازم توفرها للنزلاء بتوعها، اللي هو ايه بقى؟ الزبده والمربى. الزبده ماده دهنيه والمربى ماده سكريه، اهم حاجه عشان المخ يتغذى. ما تديلوش اكل بس لازم تديله الماده السكريه. شوف بقى كام واحد مننا راح المدرسه او راح الشغل من غير ما يفكر في موضوع السكريات ده، ويسيب المخ يحرق 10 ساعات 12 ساعه على ما فيش تغذيه. هتتعب على الساعه 11 تلاقي خلقك داء، الطفل يروح المدرسه مش قادر يفهم لان المخ مش قادر يستوعب، الطاقة بتاعتك نازلة، في حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل لك بسبب دي. فيبقى مهم جدا ازاي تغذي المخ وامتى. لازم تبقى الصبح. وانتوا تسمعوا كم مثل يقول لك ان ابل ا داي كيبس ذا دكتور اواي. يعني تفاحة كل يوم ما تروحش للدكتور. طب التفاحة دي امتى؟ هما ما قالوش. هي بتبقى الصبح. دايما الصبح. عشان كده تلاقيهم دايما بياخدوا الصبح عصير البرتقال او عصير الجريب فروت، وده بيبقى فيه نسبه سكريات علشان الجسم يقدر يستوعبها وياخدها ينقلها المخ بسرعه والمخ يتغذى عليها. النقطه دي في غايه من الاهميه. لو انت بتنسى، لو انت طاقتك بتنزل، لو بتتعصب بسرعه، لو بيجيلك حر كده ما انتش عارف مصدره ايه، ممكن يكون السكريات. حتى اللي عنده السكر محتاج لنسبه سكريات، وسكر الفاكهة ممكن ينفع مع كل الناس. فدي نقطة مهمة جدا في تغذية المخ. في نقطة تانية هقولها لكم، ده سر من الأسرار. عشان نبني خلايا المخ في حاجة واحدة بس ممكن تبني خلايا المخ، لقيناها إيه بقى وأنا تتبعتها لسنين طويلة؟ الزبيب واللوز. أنا معرفش أنتوا بتسموا اللوز إيه والزبيب إيه. في ناس بيسموه في أسماء غريبة كده، لو أنا معرفش غير كده. اللوز اللي هو عامل زي العين ده كده، والزبيب اللي هو بيبقى مكرمش ده.
اللي هو العنب المكرمش. الاثنين دول مع بعض ممكن يغذوا خلايا المخ. لقيناها فين؟ لقيناها في اليمن. اللي منكم راح اليمن تلاقي الزبيب واللوز دول بيحطوهم على الرصيف، الراجل فرش حاجة كده وفي كوم زبيب وكوم لوز، يديك شوية من ده على شوية من ده في الشارع كده وانت ماشي. طبعا الزبيب واللوز ما بيتحطش على الرصيف، لما هما بيعملوه بتلقائية جديدة جدا لأنها موجودة في الكالتشر نفسها. وفعلا لقينا الكومباينيشن ده، الاثنين مع بعض، كيمياء التغذية هنا، الاثنين مع بعض يساعدوا خلايا المخ. لقيناها كمان في إيران. إيران لما تخش في أي بيت هتلاقي بولة كده خشب وبولة تانية جنبها، واحدة زبيب وواحدة لوز، وفي حتت كتير بيئات كتيرة فيها دي، وتتبعتها في الكتب القديمة. فعلا الموضوع ده له أهمية كتير وأنا